في البحرين أصدرت محكمة حكما بالإعدام على ناشط بعد إدانته بتهمة قتل شرطي خلال موجة الاحتجاجات التي وقعت في المملكة منذ عدة أشهر. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن النائب العام العسكري قوله إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت بالإجماع بإعدام علي يوسف عبد الوهاب الطويل، كما حكمت بالسجن المؤبد على عطية مهدي في القضية نفسها. من جهة أخرى، قضت المحكمة بسجن 20 طبيبا وممرضا مددا تتراوح بين 15 أعوام بتهمة احتلال مركز سلمانية الطبي في المنامة خلال موجة الاحتجاجات. ومعي من المنامة عبد الجليل خليل، رئيس كتلة جمعية الوفاق المستقيلة من البرلمان. سيد عبد الجليل، كيف تقبلتم هذه الأحكام؟ طبعا هذه الأحكام أثارت الاستغراب والضجة، على اعتبار أنها تأتي ضمن سلسلة من الأحكام. قبل يومين حكم على رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو زيد 10 سنوات ونائبة 3 سنوات، ثم محكمة الرموز التي ضمت قيادات سياسية وحقوقية 21 شخص أحكامهم المؤبد طبعا. وتأتي اليوم قضية الأطباء، هناك 20 طبيبا هم من خيرة أطباء البحرين. طبعا 13 طبيب حكم عليه بالحكم 15 سنة وطبيبين 10 سنوات وخمس سنوات. طبعا هؤلاء الأطباء اتهموا باحتلال المستشفى، في حين أن مدير قسم الطوارئ وهو من الطائفة السنية الكريمة قدمته النيابة العامة على أنه شاهد إثبات، إلا أنه نفى تهمة احتلال المستشفى، إلا أن الحكم صدر بهذه الطريقة. المحامون طبعا طعنوا في هذه المحكمة، محكمة السلامة الوطنية، على أساس أنها محكمة عسكرية ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية. وفعلا صدر قبل ذلك مرسوم رقم 62 يطلب بإحالة جميع القضايا بما فيها الأطباء إلى المحكمة العادية، لكن لم يتم تنفيذ ذلك. وصدر بعد ذلك مرسوم رقم 28 يثبت محاكمة الأطباء في هذه المحكمة. طبعا هذه الأحكام الطويلة الأمد، خصوصا لأطباء متميزين هم جراحين وأخصائيين ومنهم رئيس قسم وحدة العناية المركزة ومتميزين على مستوى البحرين والوطن العربي، دكتور علي العكري شارك في غزة أثناء القصف على أطفال غزة. هذه المحكمة اليوم تعطي رسائل يعني ربما سياسية تثير وتصعد الوضع في البحرين. المعروف في البحرين ما طبيعة هذه الرسائل التي يراد إبلاغها؟ يعني في البحرين المعروف هناك أزمة سياسية بدأت منذ 14 فبراير ضمن الربيع العربي الذي خرجت فيه الشعوب تطالب بالشراكة الحقيقية في صناعة القرار. وحتى وزير خارجية البحرين اليوم في مقابلة مع الشرق الأوسط اعترف بذلك وقال بالحرف الواحد أن هناك شعوب داخلي لديها تطلعات ومطالب حقيقية، وشعب البحرين ليس جديدا في طرح المطالب، إنه شعب عريق ولو تاريخ عريق في الوطنية. طبعا هذه تأكيد وهذه بادرة يعني ورسالة إيجابية، لكن سلسلة الأحكام طويلة الأمد والقاسية لا شك هي رسائل سلبية تعقد الوضع في البحرين. كيف ستلقي هذه الأحكام، أو ما حجم الظلال التي يمكن أن تلقيها على الوضع العام في البلاد؟ أنا في اعتقادي خصوصا يعني محاكمة الأطباء بهذه الطريقة هي رسائل تصعيدية، وقد فيها نوع من محاولة لحصار أي حل سياسي للأزمة. يعني اليوم في الوقت البحرين معقد، جرت انتخابات تكميلية قبل يومين، لكن طبعا المعارضة جميع فصائل المعارضة قاطعوا هذه الانتخابات، وحتى الجماهير لم تشارك إلا 17% فقط، مما يغلق الأبواب ويفتح أنه لا بد من حلول غير ترقيعية، حلول سياسية تعطي ضمانة لاستقرار البحرين. هناك مطالبات بأن تكون حكومة منتخبة ومجلس منتخب يملك كامل الصلاحيات ودوائر عادلة. لا يمكن أن يقبل المواطن البحرين اليوم أن يكون هناك مجلس منتخب في سنة 1973 واليوم ونحن في عام 2011 يكون هناك مجلس منتخب محدود الصلاحية وفوقه مجلس معين له كامل الصلاحية وفوقهما حكومة تمتلك كامل الصلاحية على هذين المجلسين. هذه الصيغة السياسية غير مقبولة اليوم. ما يطالب به الشعب البحريني خصوصا بعد أحداث 14 فبراير وسقطت فيه أكثر من 33 شهيد و400 مصاب و7
3000 مفصول واكثر من 30 مسجد هدم، تريد مشاركه حقيقية في صناعة القرار. ولكن أنتم أيضا ككتلة معارضة تؤخذون كثيرا على أنكم ترفضون الحوار. لا أبدا، يعني ما طرحه الرئيس أوباما في 21 من هذا الشهر أن دعا الحكومة إلى حوار حقيقي وجاد مع المعارضة ومع جمعية الوفاق، ورحبنا بذلك منذ أن بدأ الخطاب في 21 ومن منذ 14 فبراير ونحن نسعى للحوار، لكن حوار جاد. يعني جمعية الوفاق والجمعيات المعارضة لا شك يهمها استقرار البحرين وتريد أن تخرج من هذا المأزق ومن هذه الأزمة، ولكن بحلول طويلة الأمد تضمن المشاركة الحقيقية في صناعة القرار. بعد اليوم لا يمكن القبول بحلول ترقيعية وبأمور شكلية، حوار لكنه خالي من مستوى الحوار ومن الشراكة الحقيقية. سيد عبد الجليل خليل، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، رئيس كتلة جمعية الوفاق المستقلة من البرلمان البحريني، شكرا لك.